طبعا اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحياكم الله ويانا في حلقه جديده مع بدايه جديده من برنامج الكويت والقناه الاولى تلفزيون دوله الكويت. مساء الخير غادر. مساء الخير محمد ومساء الخير لكل متابعينا. كثير من حضراتكم كان يعني يستمتع بقراءات الامام الكبير للمسجد الكبير ومسجد ابو بكر الصديق، هذا المسجد اللي خذ صيت كبير جدا بسبة القارئ الشيخ العلامة خالد غريب السعيدي اللي توفى بعد ما أدى صلاة العشاء يوم السبت الماضي رحمة الله عليه، والله يغفر له. وفعلا يعني من الأسماء اللي خسرتها دولة الكويت، وشفنا هذا كان واضح جدا من خلال العزاء ومن خلال الجنازة. نعم أكيد كانت لها سامات كبيرة، عسى الله يرحمه ويغفر له، خصوصا في مجال الدعوة في مجال الدين والأعمال الخيرية، عسى الله يرحمه ويغفر له. طبعا نعت وزارة الإعلام ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ببالغ الحزن والأسى الشيخ خالد السيد الذي وافته المنية يوم السبت، ونعى مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بتويتر على رحيل هذه الشخصية الكريمة، عسى الله يرحمه ويغفر له يا رب. الله يرحمه ويغفر له. ويمكن دائما كنا بالعشر الأواخر يعني الكل يتسابق على أن يكون موجود في المسجد الكبير الفترة اللي يكون فيها رحمة الله عليه إمام لهذه الصلاة. والحين معانا هذا الاتصال الهاتفي من السيد محمد العليم وكيل مساعد للإعلام والعلاقات الخارجية بوزارة الأوقاف. عظم الله أجرك أستاذ محمد، وشنو تقول لنا في فقيد الكويت الكبير الشيخ خالد السعيدي؟ عظم الله أجرنا وأجر الكويت جميعا، والحمد لله على كل حال. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك يا شيخ خالد لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لا شك أن فقد الشيخ خالد فقد كبير، عزاؤنا لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه، نسأل الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان. فقد كان الشيخ خالد رحمه الله رحمة واسعة، فما كان موته موت واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. رحم الله الشيخ خالد السعيدي إمام مسجد أبو بكر الصديق في مدينة سعد العبد الله. لم يكن الشيخ خالد إماما عاديا، فقد حباه الله عز وجل بصوت عذب شجي لا تمل من الصلاة خلفه، وهو أحد رموز القراءة والعمل الخيري في دولة الكويت، وكان يتضرع إلى الله بالدعاء للمسلمين فيخشع المصلون معه ويؤمنون. وكان مسجد الشيخ رحمه الله شعلة من النشاط يكتظ بالمصلين في شهر رمضان المبارك، حتى أن المسجد لا يتسع للمصلين، وقد تم عمل أكثر من توسعة للمسجد حتى يستوعب جموع المصلين الغفيرة. بل أن الشيخ خالد رحمه الله كان من أوائل القراء في المسجد الكبير الذين يحيون صلاة التهجد في العشر الأواخر لعقود من الزمن، آخرها في شهر رمضان الماضي صلى الشيخ في العشر الأواخر من رمضان في المسجد الكبير. كان الشيخ خالد رحمه الله من أهل القرآن، وقد صح في الحديث إن لله أهلين من الناس، قالوا ومنهم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وجاء أيضا في الحديث إن عمار بيوت الله هم أهل الله عز وجل، وقد اجتمعت للشيخ خالد هذه الصفات الطيبة، فهو من أهل القرآن، عاش مع القرآن ومات مع القرآن، ومن أهل المسجد، عاش في المسجد وتوفي في المسجد، نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد. عاش الشيخ خالد رحمه الله مع القرآن وفعل الخير، ومات في بيت من بيوت الله بعد أداء صلاة العشاء في مسجده، وهذا إن شاء الله من عاجل بشرى المؤمن. وما رأينا في المقبرة من جموع المصلين والأعداد الغفيرة، هذا يدل على محبة الناس للشيخ والقبول الذي حباه الله عز وجل. فقد كان الشيخ خالد رحمه الله أخ للجميع في داخل الكويت وخارجها، فاعل في مجتمعه
يصلح بين الناس، دائم التبسم، حسن الخلق، يحمل هم الدعوة، لذلك هو إمام متفرغ في المسجد. وقد قيل بمثل فقد الشيخ، وما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت لموته خلق كثير. عزاءنا أن الشيخ خالد ذهب لأرحم الراحمين، وأن ما عند الله خير من الدنيا وما فيها، وأنه توفي في بيت من بيوت الله، هذا يدل على حسن الخاتمة، وأن بعد هذا الفراق اجتماع. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياه في مستقر رحمته إخوانا على سرر المتقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. أقول لأسرة الفقيد والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. أسأل الله عز وجل أن يجمع شيخ خالد مع ذويه ومحبيه في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا إنهم ولذلك والقادر عليه. شكرا لك الأستاذ محمد العليم، وكيل الإعلام والعلاقات الخارجية في وزارة الأوقاف، على هذه المداخلة. وأكيد أن هذا المصاب جلل بفقيد هذه الشخصيات النيرة اللي قدمت الكثير والكثير للكويت وللأمة الإسلامية. عندنا تقرير غادة نشوفه ونرجع لكم من بعده وليالي الكويت. فقدت الكويت يوم السبت الماضي إمام المسجد الكبير ومسجد أبو بكر الصديق بمنطقة سعد العبدالله القارئ الشيخ خالد غريب السعيدي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وافت المنية بعد أداء صلاة العشاء في مسجده، ونعاه وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد الرحمن المطيري، وننقل تعازيهم لأسرة الراحل ودعواتهم للمولى عز وجل بأن يتغمده برحمته الواسعة، وكان يحظى طول مسيرته بتقدير ومحبة كل من عرفه. وحفظ القرآن من أعظم العبادات عند الله تبارك وتعالى. كان مثال دعوي وسطي رحمه الله رحمة واسعة، ونعوه الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكروا على منصة اكس تويتر سابقا، وذكروا مناقبه وآثاره. أعظم فرحة تدخل في قلوبهم هو صلاح الذرية. كان معروف بتلاوته الشجية للقرآن، وكان مسجد عامر بالمصلين والأنشطة الخيرية. وصلوا عليه أمس الأحد بعد صلاة العشاء في مقبرة الجهرة. كان وسيط خير في الإصلاح بين الناس، ومد جسور التعاون مع الكل، وختمت حياته في أحب البقاع له بعد أداء أحب الأعمال له فريضة العشاء، فامتلأت ألسن الناس بالدعاء له بالرحمة والمغفرة. إنما تجزون ما كنتم تعملون. رحم الله صاحب القلب الطيب والابتسامة الدائمة. اليوم في ليالي الكويت، الدكتور علي ملا علي، استشاري أمراض الدم والسرطان والسيولة والتخثر للأطفال، الطفلة، الجوري الراجحي، متعافية من السرطان، حنان السلاحي. سولفي لنا عن هالثوب اللي عليك أمي سبيل. إن شاء الله. هذه مثل الهامة، وبنفس الوقت تصير برقع
وبنفس الوقت ستر حق المرأة. حتى أحفادي أقعد أقول لهم شنو هذا؟ أقعد أعلمهم. مثل الكويتي يقول لوم المربي ما عرفت ربي. نعم. اليوم في دهن العود مع سعود. أنا اللي شفتها بهالكتاب خليني أصدق سالفته. عيل بجربه وتقول إنه يخط قدرنا مستقبلنا. أسماء لامعة في عالم الفن جمعهم التناغم والتجانس الفني ويحرصون على تقديم الأفضل مو غيره. محمود تفاصيل عبد الرحمن سالم توصلني الليلة. سلام. بحلقة يجمعها الصداقة والعمل والفن والحياة. هذا يبا شوري يدتي قعدتني حق صاد الفير وقالت لي امشي روح حق ابوك. بنكون مع الفنانين النجوم هبة الدري ونواف العلي وفهد باسم الأربعاء في ليالي الكويت. يعتبر مرض السرطان عند الأطفال مصدر قلق للوالدين، عشان كذي خصصوا لهم مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال. وجهة متكاملة الخدمات عند المرضى وعائلاتهم. بنتعرف على هالمرض مع ضيفنا اليوم الدكتور علي مولا علي، استشاري أمراض الدم والسرطان والسيولة والتخثر للأطفال. الحين في ليالي الكويت. رجعنا مرة ثانية مشاهدي الكرام في برنامج ليالي الكويت. نرحب معكم ضيفنا اليوم، يعني الحقيقة المراجعين أشادوا بتعامل مدير مستشفى البنك الوطني للأطفال بتعامل الراقي مع أبنائهم للمرضى، ووصفوه بالطبيب الإنسان لحرصه وأخلاصه وإنسانيته في عمله، صاحب مواقف مشرقة. معنا أكيد الدكتور علي مولا علي، استشاري أمراض الدم والسرطان والسيولة والتخثر للأطفال. حياك الله ويانا في ليالي الكويت. الله يحييك ويسلمك، وأنا شاكر لكم على هذه الدعوة الكريمة، وأمسي عليك وعلى الأخت غادة وعلى السادة المشاهدين الكرام، وأيضا بالخصوص أمسي على بنيتنا الجوري اللي صارت فرصة أن أشوفها، لأن صار لي فترة صراحة ما كنت شايف. عسى الله يقويك الجوري، حياك الله. مساء الخير حبيبتي، شلونك؟ طمنينا عنك، أنت من الأبطال اللي تعافوا من هالمرض، واللي ان شاء الله نتمنى ما عمره يرجع لك ابد ان شاء الله. طمنيني عليك، شلونك الحين؟ الحمد لله زينه. بتروحين اي صف الحين؟ سابع. ان شاء الله الدراسه اوكي؟ الحمد لله. الحمد لله، كفو بنسولف وياك بندردش ان شاء الله، بس بنروح حق الدكتور. الدكتور يعني رحت بدعوه كريمه الى سلطنه عمان الشقيقه للمشاركه في مؤتمر امراض الدم الخليجي، وتوك جاي اول امس، كلمنا عن هذه المشاركه. هذه كانت مشاركة بدعوة كريمة من الأخوة في سلطنة عمان. طبعا هذه أول مرة تصير أن روابط أمراض الدم في الدول الخليج، دول الشقيقة، تنظم مؤتمر لأمراض الدم. فالعادة كل رابطة تنظم في ديرتها، هالمرة اجتمعت الروابط وصار أول مؤتمر في صلالة في سلطنة عمان، واستدعوا بعض المختصين في هذا المجال لإلقاء بعض المحاضرات. فكانت المشاركة، أنا تشرفت أن أكون مع زملائي وزميلاتي من المختصين في دول الخليج، و يعني شاركت بمحاضرتي، وأيضا كان في زميلة معي أيضا من الكويت وبقية الزملاء من دول الخليج.
دكتور، يعني بما أنك كنت موجود وقبل كم يوم رجعت الكويت بالسلامة، نبي نعرف وين وصلت دول الخليج في علاجات خاصة بأمراض السرطان المختلفة خصوصا فيما يتعلق بالأطفال؟ الأمراض السرطان المختلفة خاصة في الأطفال لها ميزة معينة، إن صعب مكون صغير أو دولة صغيرة هي تبتدع أو تخترع علاج معين. العلاجات عادة تكون عالمية. نعم. طبعا أمراض السرطان مختلفة، ممكن أني على أثرها بعد شوي، بس دائما تكون مراكز كبيرة ومتعددة يجمعون فيها آلاف المرضى، وبناء عليه يحطون بعض المعايير الأساسية لعلاج أمراض السرطان في الأطفال، سواء سرطان الدم أو الأورام السرطانية. نعم. فصعب أن يكون في مجموعة صغيرة، مثلا في بريطانيا بكبرها كل مستشفيات بريطانيا وكل المختصين فيها في الأطفال مثلا اجتمعوا على بروتوكول واحد، اجتمعوا مع بعض وحطوا المعايير والأسس للبروتوكول البريطاني للعلاج، وهو نفس البروتوكول اللي احنا نستعمله في الكويت. هذا البروتوكول يحدث مع مرور الزمن، كل 5 سنوات كل 7 سنوات يحدث البروتوكول على حسب النتائج اللي موجودة. وهذا يختلف من منطقة لأخرى، يعني مثلا بريطانيا الكويت ماشي على نفس البروتوكول العلاجي الخاص فيها، طيب أمريكا فرنسا هل تختلف طرق العلاج؟ نعم، في اختلافات بسيطة. يعني في أمريكا في عندهم 2 أو 3 من البروتوكولات، في بعض المستشفيات مع كندا عندهم تجمع ومسوي لهم بروتوكول مثلا CoG الكانسر أونكولوجي جروب، في بعض المستشفيات الثانية سان جود وغيره عندهم بروتوكول مختلف. العصب الأساسي لهذه البروتوكولات نفس الشيء. يعني احنا نتكلم على 4-5 أدوية هي الأدوية الرئيسية للعلاجات. ولكن التركيبة تختلف. أنا دائما لما يجون أولياء الأمور أضرب لهم هذا المثل، أقول يعني لو تشوف الأمهات كل واحدة تسوي نوع سلطة، زين التركيبة الأساسية نفس الشيء، نفس المواد، بس النكهة تختلف، هذه تزيد شغلة وتنقص شغلة، الثانية عندها إضافة معينة. البروتوكولات نفس الشيء، شوي تختلف، بس تدري الأجانب أحيانا يحبون أن يكونون هم اللي متميزين. يعني واضح دكتور، لكن أنا قريت أن بمعدل 500,000 طفل يتعرض إلى السرطان في العالم كله بالعام بالسنة الواحدة. هذا علشان صحيح. علشان نكون أدق، تقريبا 400,000 طفل سنويا في العالم معرضين أو يصابون بأمراض سرطان الدم والأورام السرطانية. بس الرقم مخيف دكتور. الرقم مخيف فعلا، ولكن في ملاحظة وايد مهمة، أن نتائج العلاجات والبروغنوسيز أو النجاح في العلاج الأرقام جدا كبيرة. نعم. إذا مثلا نبي نتكلم على سرطان الدم، احنا نتكلم فوق 80-90% نسب العلاج. نعم. زين؟ التعافي طبعاً. يعني احنا عندنا مثال وايد حلو، وهي الجميلة الجوري اللي عسى ربي يعطيها الصحة والعافية ويآجر والدتها اللي موجودة معانا. وصراحة خلف الكواليس كنا قاعدين نسولف، فمن كان عمرها بالأشهر والجوري تعاني من اللوكيميا. يعني نبي نتعرف إذا كانت العائلة ما فيها أحد سبق أن حصل له هالمرض هذا، كيف أصبح هناك حالة مرضية؟ ما في هيستوري، يعني ما في تاريخ مرضي، ما في جينات نقول مثلا هي السبب. صحيح، في بعض الحالات القليلة يكون فيها جينات ويكون فيها وراثة، ولكن معظم الحالات ما فيها تاريخ طبي في السرطان، وهذا الشيء صاير سبحان الله. يعني الله سبحانه وتعالى خلق البشر وحط بعض الابتلاءات لبعض الناس، ويعني الأسباب الإصابة مجهولة. أسباب الإصابة مجهولة، بس احنا دائما عندنا نصايح عامة نقولها. يعني دائما احنا نقول التوازن بين الوجبات الصحية، الأكل الصحي والرياضة المناسبة للعمر
وللوقت اللي الواحد عايش فيه الشتاء والصيف، وايضا النوم الكافي حق الاطفال. هذه الثلاث امور من الاساسيات. نعم. الحين الابتعاد خلينا نقول عن الوجبات السريعه، الابتعاد عن كثره استخدام اجهزه التواصل والاجهزه الالكترونيه، الابتعاد عن خلينا نسميها الاشعاعات غير الضروريه غير اللازمه. مثل شنو؟ يعني بعض الناس يدش نوع من الوسواس، ان كل شهر شهرين لازم يبي يروح يشيك، لازم. احيانا اذا انا عندي التهاب في الصدر ممكن اروح اخذ اشعه صدر ما فيها شيء، بس يعني كثره التعرض لبعض الاشعاعات ممكن تكون مضره، ولكن في الوقت اللي انا احتاجه لا اسوي الاشعاع، سواء اشعه عاديه او رنين مغناطيسي او اشعه مقطعيه اسويها، ولكن كثرتها قد تكون مضره، ولكن ما في سبب اقدر ااشر عليه اقول هذا هو السبب اللي سبب الشيء. واضح دكتور، كل الوصايا اللي قلتها ان ابتعاد عن الاجهزه الذكيه والوجبات السريعه هذه كلها موجوده الحين عند عيالنا. السؤال اليوم، هل مجتمعنا عنده وعي في هذه الامور بحكم يعني خبرتك ومجالك في هذا التخصص الطبي؟ اشوف كل الناس الجهال كلهم، الجيمز موجود والوجبات السريعه موجوده. طبعا انا ما قاعد أشر على هذه الامور ان هي سبب رئيسي لامراض اللوكيميا والاورام، ولكن قاعد اقول هذه هي الحياه الطبيعيه السليمه. نعم. الاطفال لو تلاحظ، لو تتابع مثلا استشاريين الاطفال دائما ينصحون الاطفال على الاقل لقبل الخمس سنوات ان لا يجابلون الاجهزه الذكيه. نعم. صعب احيانا تشوف اولياء الامور انه يقول لك ما اقدر، يعني الطفل موجود عندي في البيت وقاعد يشوف، ومع سرعه الحياه ما يقدر يمنعهم مثلا من الوجبات السريعه. نعم. ماشي الحال مره بالاسبوع مره بالاسبوعين، بس في بعض الاطفال وبعض الاهالي والعوائل بكثره يعني بالاسبوع ما اربع خمس مرات بالاسبوع وجبات سريعه. هذا سلوك خاطئ، سلوك. نعم. غذائي خاطئ. نعم. لازم أقلل قدر الإمكان. ما أحسسهم أن أنتوا غير عن بقية المجتمع، ولكن أخفف قدر الإمكان وأركز على التغذية السليمة والنوم الصحي والرياضة اللي تتناسب مع عمر الطفل. طيب جوري، قولي لي شنو تتذكرين من أيام التعب؟ يعني أنت صار لك الحين خمس سنوات يمكن، الحمد لله تعافيتي، بس حريصة على نفسك أن بين فترة والثانية لازم تشيكين، تسمعين كلام الوالدة، يعني التنبيهات اللي قال عنها الدكتور قاعدة تسمعين الكلام فيها؟ إيه. قولي لي شنو إحساسك الحين؟ إيش كثر كنتي تعبانة والحين شلون فرق معك؟ قبل ما أتذكر وايد، بس يعني الحين الحمد لله. زين، دائما يعني الماما وياك 24 ساعة؟ إيه. تحبين ماما؟ أكيد. سؤال ذاك صح. دكتور، بس خل أضيف إضافة على الجوري. طبعًا الجوري يعني عصامية ومناضلة وشجاعة من الطراز الرفيع. ما شاء الله. جوري حاش المرض على عمر 5 أشهر. أيه. والحين ترى صار لها يمكن خلينا نقول أكثر من 10 سنوات. أيه. وبحدود حوالي 10 سنوات اللي متعافية الحمد لله. أمورها طيبة. جوري مو بس تغلبت على المرض، جوري رفعت راية التوعية المجتمعية. يعني ترى الجوري الحين يمكن تشوفونها ساكتة ويمكن شوي منحرجة وخجولة في البرنامج، بس شوي شوي دقائق على ما تاخذ راحتها. بس ترى الجوري شاركت في العديد من الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات للتوعية المجتمعية. جوري مثال ل البنت اللي كافحت وتغلبت وما قعدت بعدين في البيت وكملت حياتها، لا بادرت وقاعدة تبادر إلى الآن للتوعية المجتمعية على أساس الناس تدري. إحنا مشكلتنا أحيانا أن الناس يشوفون الجزء الخالي أو الفارغ من الفنجان أو من الكوب. نعم. في جزء مليان. إحنا سنويا عندنا عشرات الأطفال اللي قاعد يتعافون ويتشافون من المرض ويرجعون للمجتمع. أنا أعرف أولاد وبنات دشوا كليات جدا راقية في المجتمع،
كلية الهندسة المدنية، كلية الصيدلة، وتخرجوا والحمد لله أمورهم طيبة. بس أنا ما ألومهم أن ما يحبون يطلعون في الإعلام لأن التجربة قاسية. نعم أكيد، وهذا بلا شك يعكس قوة الجوري أن اليوم طلعت وحملت لواء أن التوعية وتوعي الناس هذا يحسب لها الله يعطيها. هذه شجاعة ما تحصلها ترى في الغالبية. أكيد دكتور، الحين الأطفال اللي تعرضوا لهذا المرض وتشافوا وتعافوا، هل في يعني انعكاس عليهم على صحتهم حياتهم، شيء بالنمو شيء بصحتهم، ولا يرجعون طبيعيين تماما؟ طبعا احنا بعد ما يكتمل العلاج يعتمد على نوع الـ الـ السرطان، سواء سرطان بالدم او اورام سرطانيه. نعم، يعتمد على نوعه وعلى نوع العلاج. نقول شيء اخطر من شيء؟ اكيد في لازم، احنا قاعد نتكلم على سرطانات مختلفة. سرطان عندنا أول شيء سرطان الدم تقريبا يمثل نص أنواع السرطان اللي تحوش الأطفال، وبعدين عندنا الأورام السرطانية شوي أكثر من النص. سرطان الدم خلينا نقول 40-45%، وبعدين 50-55% الأورام الصلبة السرطانية. هذه أيضا لها أنواع، يعني في أورام في الغدد الليمفاوية، في أورام في الجهاز العصبي، في أورام في دماغية، أورام في العين. كل واحدة منهم لها مراحل ولها مستوى من الخطورة ولها مقدار من الانتشار. نعم، إحنا بعد انتهاء العلاج في عندنا عيادة تخصصية لما بعد العلاج، بعد انتهاء من العلاج على الأقل 5 سنوات يتابعون في المستشفى عندنا. عندنا عيادة الغدد الصماء. نعم، في دكتورة استشارية للغدد الصماء موجودة عندنا، اتينا المستشفى بالأسبوع مرة عيادة للغدد الصماء، لأن بعض المواد اللي يأخذونها كعلاج الأطفال ممكن تأثر على مثل ما تفضلت على النمو، على بعض وظائف الجسم. فالعيادة هذه تتابعهم إذا في أي نقص، أي حاجة لعلاج مساند نوفره لهم إن شاء الله. نعم، ممكن يأثر على مثلا الفتيات على حمالهم مستقبلا أو على وظائفهم الداخلية؟ يعتمد هذا يعني كم بالمية ممكن بعد الريكفري؟ يعتمد على نوع الورم وعلى نوع العلاج اللي خذاه الطفل. احنا أكثر يمكن نتكلم على الأولاد، أن بعض الأهالي قلقين من ناحية أن هل ممكن باكر إذا كبر تزوج يحصل عيال ولا لا. الغالبية أمورهم طيبة، ولكن في بعض الأدوية ممكن تكون هذه من ضمن مضاعفاتها. وفي البنات مو واضح هالشيء؟ في البنات الغالبية أمورهم زينة، ولكن مثل ما قلت يعتمد على نوع العلاج اللي يأخذونه. وفريق وحدة الأورام عندنا في المستشفى يقعدون مع كل أهل على حدة ويشرحون لهم كل المضاعفات المستقبلية المحتملة. نعم دكتور، بس عندنا وقفة بعد إذنك مع هذه المداخلة لعبد الله القلاف، نشوفها ونرجع معكم. طبعا بالبداية صار فيها، حسينا بالشيء هذا، أنه صار فيها قلة بالحركة وصار فيها خمول ومو مثل أي طفل بعمرها. فهني حسينا ان لا، لازم نلجا ونروح حق الطبيب او نروح المستشفى. وسوينا الاجراءات الثانيه. طبعا كان في مشكله بالدم. اول شيء رحنا المستوصف كان صارت فيها مشكله بالدم، وبعدين حولونا الى المستشفى. من المستشفى وراها تقريبا بيومين تلقينا الخبر. اي شخص لما يتلقى خبر يعني بالمرض هذا شعور صعب، لأن احنا دائما عندنا ونسمع أفكار سلبية عن المرض هذا. فدائما نقول خل ثقتك بالله، ودائما سلم كل شيء حق الله سبحانه وتعالى. فنسبة الشفاء كبيرة، ودائما أن خل يكون عندهم جانب إيجابي. بالبداية كان جدا نفسية مزينة، بس بعدين لما خذيت المعلومات الكافية وقمت أسأل وقمت أعرف شو المرض هذا وشنو طريقة علاجه، سواء علاج الدوائي أو العلاج النفسي أو العلاج اللي هو الأكل الصحي، إن تحاول تغذي الطفل بأكل صحي
هني شوي النفسية تغيرت وصارت أفضل، خاصة لما تشوف مصيبة غيرك تهون عليك مصيبتك. وجب علي أن 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 تكون نفسيتي إيجابية وإني أساعد بنتي وهم أساعد زوجتي، لأن هم زوجتي لها دور كبير، دائما البنت أو الطفل دائما يميل حق الأم أكثر، فوجب علي أن إني أساعدهم بالنفسية حتى لو كان نفسيتي من داخل مو زينة، فلازم أظهر لهم النفسية الزينة يعني والإيجابية. طبعا أول شيء أشكر كل شخص، كل دكتور ساهم بعلاج بنتي ياسمين وساهم بعلاج الأطفال وطول باله علينا بردة فعل الآباء لما يتلقون خبر هذا المرض. وطبعا هم أشكركم على الاستضافة وأن قدرنا نوعي الناس بالمرض هذا. خش صورة أم أحمد الجوري، حاكين عن الصورة هذه. شوفوا يا جماعة، ترى الجوري تحت الهواء تسولف وتنطلق، بس أول ما تشب الكاميرا قدامها تستحي وما تتكلم. قولي لي شلون كلمتي الجسمي وقلتي له تعال وقولي لي السالفة؟ قولي. يعني ما أتذكر وايد. ما تتذكر تو؟ شنو قال لك؟ تذكرين شنو قال لك الفنان حسين الجسمي؟ يا بختك والله مصوره ويا فنان جميل حلو. دكتور شلون حصلت الصوره وياها؟ ترى للعلم ترى يوم مر علينا كان مصمم انه لا يكون في اي وسائل تواصل او تصوير. اي فكانت زيارته كان جدا يعني زياره كانت انسانيه، فكان ما في اي انا مستغرب شلون الجوري قدرت تطلع منه صوره يعني. ما شاء الله ما تبي تقول لنا كلش الجوري. إنزين أنت قول لنا دكتور، لما يكون في اهتمام من الشخصيات العامة يعني تسليط الضوء على المرض على الحالات اللي تكون موجودة، إيش كثر هذا يأثر أيضا على نفسيات المرضى؟ إيش كثر ممكن نقول إنه والله ترى هالشيء قاعد يفيدهم نفسيا، قاعد يعطيهم شوية إحساس بأن الناس معاهم ومساندتهم؟ هذه نقطة وايد مهمة. احنا للأمانة تشرفنا في مجموعة نخبة من الفنانين من الإعلاميين من الرياضيين سووا زيارات حق المستشفى وزيارات حق الأطفال، سواء اللي بالأجنحة نايمين بالأجنحة أو بالعيادات الخارجية. نعم. يمكن آخرها كان بالعيد الوطني، مر علينا معالي وزير الصحة وأيضا الفنان القدير نمسي عليه الفنان عبد الرحمن العقل. أي. كان مر علينا وأيضا مروا على الأطفال ومع توزيع هدايا، فهذه الذكريات ما ينسونها الأطفال والأهالي، أيضا يحسون أن في أحد وياهم، لأن فعلا التجربة صعبة. التجربة مو هينة لما أي واحد يعطيك مثل هذا الخبر، ولكن دائما احنا المفروض ان نركز على الجوانب الايجابيه. نعم. ان لا في نسبه كبيره من الشفاء. الشفاء. بعض الاهالي يونا عندهم خلفيه سابقه نفس المرض، حاش مثلا شخص كبير بالعمر بنفس العائله عمره 80 90 بعدها بفتره الله اخذ امانته. هذه التجارب ما تنطبق على الاطفال. نعم. الغالبيه علاجاتهم تستمر وتنجح. أنا ما أنفي أن في بعض الحالات تجربتها سيئة، يمكن يمرون صوب المستشفى، الحين ما يحبون يجون صوب المستشفى ويدشون المستشفى، ولكن في النهاية هذا بلاء من رب العالمين. سبحان الله. إحنا اللي يبنى ولا أولياء الأمور لهم يد أو خطأ في هذا الموضوع، ولكن المجمل العام فوق 80-90% حالات نجاح للعلاج، وهذا الشيء اللي الناس لازم يشوفونه يتوعون عليه ويركزون عليه. زين انا في النهايه اسعى، انا كطبيب اسعى واسوي اللي اقدر عليه، استخدم العلاجات العالميه، وولي الامر ايضا بكل قوته يساند الطفل الولد او البنت. طيب دكتور قبل ان اختم معك يعني خلال الدقيقه هذه ممكن تعطينا نبذه عن مستشفى البنك الوطني عندنا بالكويت، وصولها لاحدث العلاجات وطرق التعامل مع المرضى؟ نبي نطمن أهل الكويت أنه يعني الحمد لله هذا من الأمراض اللي قاعدة تأخذها الدولة بعين الاعتبار
ما تبخل على المرضى بأي وسيلة كانت لضمان إن شاء الله تحسن الحالات اللي تيكم؟ طبعا مستشفى البنك الوطني يستقبل جميع حالات السرطان الدم والأورام السرطانية لغاية عمر 16 سنة. في دعم ومتابعة حثيثة من معالي وزير الصحة وسعادة وكيل الوزارة بنفسهم لموضوع أطفال السرطان. في قرارات موجودة من 2010 على أيام الدكتور هلال الساير، وبعدين على أيام الدكتور جمال الحربي، وحاليا أنا على تواصل مع معالي وزير الصحة دكتور أحمد العوضي. الأطفال السرطان بكل فئاتهم بكل جنسياتهم معفيين من رسوم العلاج والرسوم التشخيصية والأشعة. هذه ميزة يمكن ما تقدرين تحصلينها في بقية الدول سواء المجاورة أو الأبعد. الحمد لله. دكتور بس في فجوة أحس اليوم، شلون ممكن أكتشف أن هذا الطفل يعاني من سرطان الدم أو أي سرطان ثاني؟ اليوم ممكن يتعرض لأي شيء، ممكن نروح وديه للطبيب العادي. يعني أشهر الأعراض؟ الأعراض. الأعراض. إحنا إذا بنتكلم عن الأعراض، في أعراض عامة وبعدين في أعراض خاصة تخص كل مرض الحالة. وين موقع المرض. العامة. بس الأعراض العامة ممكن نتكلم على حرارة مستمرة وإن ما كانت عالية، ممكن تكون حرارة واطية نازلة بس مستمرة. نعم. ممكن فقدان للشهية، فقدان للوزن. احيانا تكون بعض الكدمات ممكن هاي تتعلق بس بالصفائح الدم بروحها، او ممكن تكون جزء من الصوره العامه. الخمول، واحيانا تصير بعض الكسور اللي ما تتناسب مع حجم الاصابه اللي حاشت الطفل. فتقريبا التعرق الزايد والام في العظام، هذه تقريبا معظم الأعراض اللي ممكن تصيب الأطفال. طبعا بعضها أعراض جدا عامة، يعني مو أي طفل الحين صارت معه حرارة ممكن أنا أقول لا هذا يمكن في كذا وأقلق وأدش في وسواس وغيره. لا، بس تكرر هذا الموضوع على مدى أسبوعين ثلاث أربع يحتاج على الأقل يكون في جرس إنذار. في تحليل معين بسيط، يعني تحليل ممكن يعطينا مؤشر. احنا عندنا التاريخ الطبي خلال الفتره اللي فاتت ثلاث اربع اسابيع، عندنا الفحص ضروري انه لا يكون في تضخم في الطحال او الكبد او الغدد الليمفاويه، وعندنا التحليل الاساسي هو تحليل الدم السي بي سي مع بلد فيلم شريحه الدم. نعم. احيانا تبين الخلايا اللي نسميها الخبيثه في شريحه الدم، احيانا ما تبين، نضطر بعدين بناء على التاريخ الطبي والفحص الكلينيكي والتحاليل المخبرية نروح حق عينة نخاع العظم أو بعض الأشعة التصويرية في حال الأورام. نعم، واضح. الجوري مرة من المرات تبرعتي شعرك أو حلقتي شعرك، كلميني عن هذا الموضوع. أنا شعري كان وايد طويل وما أحتاجه يعني، ففي أكيد أطفال غيري يحتاجونه وقصيته. شلون شفتي ردة الفعل؟ عادي، بس أكثر شيء أمي زعلت. أي حبيبتي. الله يحفظها. طيب دكتور، يعني أنا السؤال اللي الحين أعتقد ناس وايد قاعدة تفكر فيه، أنه مع تضارب الأقوال والعلم الحديث وناس مني وناس منك، وتدري الحين الطب أصبح الكل يتكلم فيه، بعض الناس تقول أن العلاج الكيماوي هو يضر مرضى السرطان أكثر من ما يفيدهم، هل هذا حقيقي؟ لا طبعا مو حقيقي. اللي بينا على من ادعى. أنا مو ضد الطب الشعبي أو الطب البديل، ولكن اللي عنده أي تجربة إيجابية خلي يعرضها. إحنا اللي قاعدين نشوفه هذا اللي موجود، العلاج اللي وصل له الطب الحديث حاليا، وهذه النتائج اللي قاعد نعرضها، 80-90% تقريبا من نتائج الشفاء. الأدوية الكيماوية، بس السايد إفكت مال الكيماوي أعلى بكثير من المرض نفسه. لا، غير صحيح. هذا غير صحيح. احنا ندري ان العلاج الكيماوي فيه مضاعفات، صعب. المرض نفسه اذا ما تعالج ما له مجال. زين، ولكن انا اكيد هذا مرض خبيث، انا ما راح اعالجه، ما راح اعطي بنادول ومضاد حيوي. أوكي. لازم في دواء قوي يوصل لمصدر الخلايا الخبيثه علشان انا اقدر اعالج واكافح وازيل هذا المرض من الجسم. اكيد في له مضاعفات، واحنا
عارفين هذه المضاعفات ونقعد مع الأهل في الجلسة الأولى ونقول لهم معظم الملاحظات أو المضاعفات اللي ممكن تصيب الطفل بالفترة القادمة. الحين بعضها تصير وبعضها أساساً لازم تصير في كل مريض، نعم. ولكن بعضها لها نسبة معينة ما تصير مع كل المرضى. نعم. دكتور، هل في أشياء وقائية أو خطوات وقائية ممكن أتداراها أو حتى أسوي فحص دوري ولا ما يحتاج الموضوع؟ الشغلات الوقائية اللي ذكرناها في بداية اللقاء اللي هو النظام الصحي السليم، النوم الكافي، والرياضة. هذه الشغلات الأساسية. نعم. زين. الفحص الدوري، أنا مو مع الفحص الدوري إن الواحد يدش في قلق ووسواس مرة ثانية. نعم. ولكن لما طفلي تحوش حرارة، تكررت معاه الحرارة، أنا مع إن أسوي له تحليل. نعم. الطبيب ضروري، الطبيب اللي أنا أراجع عنده سواء في عيادة مستشفى بالحوادث أو على الأقل يفحص الطفل، ضروري إنه يفحص الطفل ويفحص إنه في عنده تضخم ولا ما عنده تضخم، وبعدها تحليل السي بي سي مع بلد فيلم. دكتور، التشخيص عندنا بالحوادث ما بيتكلم مستشفى معين أو غيره، بعض التشخيص يكون طبيعي، يأخذ بنادول وروح ولا أخذ أي شيء ما يوصلنا المرحلة أو ممكن يدارك أو يبحث في حالة المريض من كثرة الناس عنده طبعا ما ينبه بشيء خطر يمكن مستقبلا يحميه بعدين. طبعا احنا قاعدين نتكلم على الممارسه السليمه للطب. الحين هذا يعتمد على المنظومه الصحيه بشكل كامل. نعم. انا مو معقول طبيب حوادث حاطه مثلا مستشفى معين وعليه ازدحام بيشوف 300-400 طفل من الساعه 10 بالليل ل 7 الصبح، اي اقول له لا كل طفل لازم تقعد مع الاهل وتعطيهم وقت، هذا يقول انا يلا بلحق. يعني المنظومه الصحيه تحتاج اعاده نظر، يعني لتنظيم هذا الموضوع. الممارسه السليمه ان انا كل مريض وكل طفل وكل ولي امر اعطي وقته من 5 إلى 10 دقائق، وان كان جايني بنشله وكحه عاديه اعطي وقته، اخذ التاريخ الطبي البسيط على الاقل، واسوي الفحص السريع اللي احتاجه، واذا الطفل يحتاج تحليل فعلى الأقل من ضمن التحاليل تكون تحليل السي بي سي مع البلد فيل. نعم. مشكور وايد يا دكتور، وعساكم على القوة. ويعني أنا عارفة صعوبة الوظيفة، لكن هي وظيفة إنسانية من الطراز الأول للأمانة، فشكرا جزيلا لك، والله يأجرك على هالبشاشة اللي دائما تعامل فيها المرضى وأولياء أمورهم، وهالكثر أنت إنسان وأنت تتصرف مع كل اللي موجودين في مستشفى بنك الكويت الوطني. الله يحفظكم، وأنا اللي أشكركم على هذه الاستضافة، وإن شاء الله نكون قدمنا ولو إضافة بسيطة للجمهور والمستمعين. وأنا أشكر الجوري وجودها معنا هني، وهني أنا ودي أيضا أشكر جميع الكادر اللي شغالين في مستشفى البنك الوطني. نعم. من أطباء، من هيئة تمريضية، من صيادلة، من إداريين، وجميع الأقسام الفنية والإدارية اللي موجودة في المستشفى على اهتمامهم ورعايتهم لأطفال السرطان. نعم. شكرا لك دكتور، شكرا للجوري على وجودك معنا في ليالي الكويت. مشاهدينا، فاصل وراجع لكم.
أنا اللي شفته بهالكتاب خليني أصدق سالفته. عيل بجربه وتقول إنه يخط قدرنا مستقبلنا. أسماء لامعة في عالم الفن جمعهم التناغم والتجانس الفني ويحرصون على تقديم الأفضل مو غيره. وحمود تفاصيل عبد الرحمن سالم توصلني الليلة. سلام. بحلقة يجمعها الصداقة والعمل والفن والحياة. هذا يبا شوري يدتي قعدتنا حق صلاة الفير وقالت لي امشي روح حق ابوك. بنكون مع الفنانين النجوم هبة الدري ونواف العلي وفهد باسم الأربعاء في ليالي الكويت. مع انتشار الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي دائما نوقف عند بعضها للي تقدمه من محتوى اجتماعي وثقافي هادف يستهدف شريحة من المتابعين. واحد من هذه الحسابات حساب من تبروحك اللي بدأ بطرح وفكرة جديدة في وسائل التواصل الاجتماعي. راح نتكلم عن حساب من تبروحك ونعرف تفاصيل مع حنان السلاحي الحين في ليالي الكويت. طبعاً من تبروحك حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يقدم أفكار جداً جميلة، وخصوصاً أن تكون أختنا بنت كويتية تقدم هذه الفكرة. حنان السلاحي حياك الله ويانا في ليالي الكويت. الله يحييك، ما قصرت على الدعوة. سلم عمرك. البودكاست هذا شلون جاب بالك تسويه؟ طرت علي فكرتها، وهو صراحة احنا تقريباً قبل 4 سنين توفت أختي الله يرحمها. الله يرحمها. ويعني طبعا انت تعرف يعني الفقد، ما ادري اذا مريت فيه ولا لا، بس يعني مؤلم ومشاعر جدا صعبه، ومو قصورا باللي حواليني، بس ما كانوا يدرون شنو يقدرون يسوون لي، وبنفس الوقت انا ما كنت ادري شنو اقدر اسالهم. فكنت احس اني بروحي بالشعور هذا، وما ادري شنو كان اصعب، اني انا كنت اتالم ولا اني كنت احس اني بروحي بالعالم قاعده اتالم هالالم. فكنت اسمع بودكاستات اجنبيه، ومن خلال البودكاستات هذه شفت ان هم كانوا يعني نقدر نقول ان المجتمع الغربي شوي متفتح اكثر من ناحيه المشاعر، فيتحدثون عن هالامور هذه. فلما كنت اسمعهم مع ان ما كانوا يقدمون لي حل، بس كنت احس اني مو بروحي وياهم. فتمنيت أن أسوي هالشيء عندنا حقنا وحق مجتمعنا وحق ثقافتنا. يعني حنان منت بروحك مبين من اسمه إيه؟ أن هي مشاركة. صح. مشاركة بالآلام، مشاركة. صح. بالأحزان، لكن هل هناك أيضا مشاركة بالأفراح والنجاح؟ هو هذه الفكرة، أن منت بروحك تتطرق حق مواضيع مختلفة. يعني الحلقة الجاية اللي ليه حين أنا ما نزلتها، ترى منت بروحك بشيء جدا بسيط، العملة الرقمية أنا ما أفهم ولا شيء فيها. فهي منت بروحك حتى وأنت مو فاهم شيء وتبي تتعلم. فحبيت يكون شوي يعني حتى عادي إنه يكون شيء تثقيفي تعليمي، يعني مو بس ألم ومصاعب. يعني أنت الحين مريتي في 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 ظرف معين حسيت. صح. إن أنت بروحك. صح. الأهل لا موجودين، بس يعني عرفت لي شعور يعني داخلي، شعور داخلي تحس انك انت يعني ما ادري، هم حبايبي والله حولي. يعني احنا حتى بالحلقه الاولى شرحنا ايش كثر احنا اللي انقذنا وقفه الحبايب حوالينا. نعم. بس اللي شرحناه انه يعني ساعات ترى انت ببالك تقول انه ادز مسج ولا ما ادز مسج، اسال انا بنفسي ربعي صديقاتي اهلي ساعات يمرون بهالظروف، اقول لا ما ابي اثقل، ما ابي اضايق، أو ما بي أطفل. بالضبط بالضبط. اللي لاحظته أن أبي لما صار فيني أنا هالشيء، المسج هذا يمي. تدرين شنو يعني كان يعني لي وايد. وهذا اللي حاولنا نبينه بالحلقة، يعني يعني مسج ما أنسى من صديقة صديقاتي تقول لي حنان أنا ما صار فيني، ما هيتني حالة فقد، بس تعلمت أني ما أثقل الموضوع لما
لما أقول إنه ما أبي أثقل عليهم، ما أبي أضيق خلقهم، لا هي أكيد مو فاضيت لي، يعني وصلت المعنى إنه لا ترى هالمسج هذا هالسؤال يعني يفرق. يعني الكثير على قولتهم. نعم هي مشاركة الناس بالأفراح والأتراح متى ما صارت في فرصة. اليوم لما قدمتي هذه الفكرة، طبعا انت ما لك علاقه بالاعلام قبل، ما لك علاقه أبداً. طبعا أبداً. انت عندك تحفظ على الاعلام. انت خريجه شنو؟ انا خريجه اكاونتنج، ما لها علاقه، ما علاقة كلش لا عن نفس ولا اعلام. لا كلش ابي ما قبل الخطوه والبدايه. اليوم مريتي في ظرف، طبعا احنا كلنا معرضين في هذا الشيء، انت قررت تحولين هذا الاحساس اللي حاشك الى شيء ايجابي وتشاركين فيه الناس. صح، حلو. زين ما بين هذا وهذا شلون اتخذتي القرار وبتسوين شيء ما تعرفين عنه اي شيء؟ مرة ثانية أنا أتابع وايد بودكاستات. أوكي. فكلمت المصور مالي عمر وهو المنتج أيضا، ويعني سبحان الله سخرة الريال يعني. وين عرفتي عمر من زمان؟ ترى يعني الوضع كله تساهيل من رب العالمين، كله من بدايته لنهايته يعني لليوم، كله الفولورز الضيوف كل شيء كل شيء. أنا شو بوصل رسالة لكل واحد يتابعنا إن أنت مو بروحك اليوم، في تجربة موجودة ممكن تسوي برنامج خاص فيك ويكون لك متابعين وتوصل رسائل اللي أنت تبيها. بالضبط. هذه عندنا تجربة حية، حنان السلاحي. صح. فعشان كذي اليوم أنت قعدت كذي في مصور زين، أنا ما أعرف مصورين مثلاً. صح. ولا ترى أنا سألت اللي يعني اللي هني دزتني هني، تخيل أنها كانت مدربتي بالجيم. سارة يعني عزيزة جدا علي، قلت لها أنا عندي فكرة، يمكن هي أول شخص، كانت تقول لي سويها. قلت لها ما أعرف لحظة، كنا أنا عندي صديق عنده، دق على الصديق تسأله، وصلني حق عمر. يعني قاعد أقول لك تساهيل من رب العالمين شيء مو طبيعي. لقيت المصور بعدين؟ قلت له الفكرة، طرحت عليه الفكرة. ترى أنا كنت مكلمتها من شهر يمكن 10 أو 9 اللي طاف. حلو. بس شوي مرينا بظروف ما قدرنا نصور على طول، وتكلمت تطرقت عن يعني اللي صار وليش بالحلقة الأولى، وبعدين صورتها ويا أمي. الحلقة الأولى كانت ويا أمي. ما شاء الله يحفظها. إن شاء الله. طيب وش معنى اخترت الوالدة؟ شوفي يعني غدا، أنا كنت أبي أبدي القصة إن أبي أبين شنو فكرة من تبروحك، وأبي الحوارات تكون نوعا ما عميقة وصريحة. فقلت حق أمي ما إحنا لازم نتكلم عن اللي إحنا مرينا فيه، لأن أنا أدري إن وايد ناس تتكلم مرت بنفس الظرف اللي حاشنا. فأمي حبيبتي يعني عسى الله يحفظها ويطول بعمرها، يعني على الرغم من أن أنا فكرتي شوي غربية، يعني بالنسبة حق جيلها شنو يعني أنا أخذ شيء موضوع صعب جدا وأتكلم فيه بكل صراحة، وأي أحد يقدر يطالعني وأحط الفيديو بيوتيوب ليش يعني، بس يعني اسمعتني واسمحت لي واحتوتني، عرفتي؟ وهذا اللي صار بالحلقة يعني. بتشيتوا بالحلقة؟ احنا شوي كنا شوي متدربين عليها، كنا حاطين نهج الكلام اللي كنا بنقوله، فيعني بالهذا كان في دموع، بس بالتصوير ما كان في دموع، لأن شوي كنا متهيئين، بس يعني هو قال لنا أن وجوهكم كلها مشاعر، وفعلا يعني هذا اللي كنا حاسينه يعني. بس أنا اللي عجبني الوالدة الله يحفظها بدت كلامها، احنا ليش نسوي هالفكرة هذه أو ليش نسولف للناس؟ بصراحه كان كلام الوالده جدا صدق، احنا مرينا بظرف، حسينا ان احنا محتاجين نسوي شيء، فانت الله يعطيك العافيه اللي سويتي شيء، حركتي شوي الجو العائلي عندنا من خلال هذا البودكاست. يعني الحمد لله انا الوالده ما اطلع من يزاها، يعني ما اتخيل اي احد لو يقول له كذي فكره غريبه اتكلم قدام الناس يقول ايه، وحتى الوالد الله يحفظه يعني الله يحفظه. كون الابو ابوي عسكري حقوقي، رئيس هيئة القضاء العسكري سابقاً، لما قلت له عن هالفكرة هقيته بيقول لي يعني حنان ليش يعني ما له داعي، يعني ليش تطلعين وانتي وهذا وكذي. قال لي كلمة ما أنساها، قال لي حنان أنا ما خفف علي شيء وفاة منال الله يرحمها كثر ما الناس شاركتني تجربتهم، فكان يعني تشجيع، أحلى تشجيع من يعني الأم وأبوي. نعم الأب ونعم الأم، لكن اليوم تطور الموضوع، قمت تقابلين شخصيات خارج إطار الأسرة. صح. شلون تطور الموضوع؟ شلون تساهيل. والله انت تضحك علي. تساهيل هذه المواضيع يبيلها اليوم إعداد الناس. صح. صح. مو بس تمسك مايك وتصور. حلقة أمي مثل ما قلنا كان في إعداد، تكلمنا عن المواضيع اللي احنا يعني حاطين مخططنا على اللي احنا بنمشي عليه. الحلقة الثانية ويا دلال ثاجب ما قصرت، قعدت وياها قعدة، وهي الله يعطيها العافية قالت أنا عندي علم ودي أوصله حق الناس. كانت الحلقة شوية عن موضوع الرجيم وش كثر هو يأثر على حياتنا بطريقة سلبية. حلو. فتكلمنا عن هالموضوع وحطينا نقاط وتطرقنا لها،
والحلقة الثانية يعني حلقة شوق العثمان. نعم. هي آخر حلقة نزلت، وهم ترى فولوور جدا عزيزة علي، يعني صارت أخت وصديقة. هي اللي جابتها. نعم. ما شاء الله. الحين معنا يعني تسعة. يمكن حلقة شوق أنا شفت بعض ال يعني ما قدرت صراحة أشوفها كاملة، لأن حسيت أنه راح أبكي، ما أقدر يعني. هي بعد من المتعافين أنا سهل للدموع على طول. بس يعني صراحة المثابرين القادرين على أنهم يكافحون الأمراض المستعصية، وأنهم يقدرون يعني أن يقومون منها بالسلامة، هذيل مثل ما نقول إحنا فايترز، يعني هذيل الأبطال فعليين. واحنا معانا هذا الاتصال الهاتفي من البطلة شوق العثمان. مساك الله بالخير شوق، وشكرا لمشاركتك ويانا بليالي الكويت. مساكم الله بالنور، يا هلا والله، حياكم الله. شوق بطلتي انتي. وانتي بطلتي. بكيتينا يا شوق. مع ان وجهك كان مبتسم وكنت تضحكين، بس انا عارفة هالضحكة هذه شنو من داخل. صح، كنت لازم صراحة أسويها، ولا يعني كان صارت الحلقة عبارة عن بكي. كان صارت كلها صح. طيب كلميني، يعني ما خفتي إن التجربة مالتك يعني ما تأخذ حقها بالسرد إذا طلعتي ويا حنان في بودكاست جديد وفكرتها شوية جديدة، وللحين ما في الفولورز اللي ممكن أهما يستمعون بشكل كبير؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أول شيء أحب أمسي عليكم كلكم مرة ثانية، وعلى أختي حنان وجميع المشاهدين، ومشكورين ما قصرتوا على هذه الاستضافة. أنا صراحة طريقة أو شلون صار من تبروحك وشلون يعني بديت وتكلمت فيها كانت محض الصدفة يعني، وبسرعة بسرعة، فكلش ما فكرت بالموضوع من قبلها، ولا فكرت إن هذا ممكن يعني الحلقة تحصل حقها ولا ما تحصل حقها، لأن يعني كلش ما كنت أعرف شنو البودكاست قبل لا أشارك. حتى أذكر إني قلت حق حنان، قلت لها أنا ما أدري شنو يعني بودكاست، بس مشاركتي قصتي في من تبروحك كانت بالنسبة لي غير، يعني كانت وايد عميقة وطولت وايد فيها ودقيقة من ناحية المشاعر والتفاصيل. فكنت من بعدها كان عندي تخوف إن هل ممكن مشاعري توصل يعني حق الناس ولا ما توصل مثل ما هي. وصلت الحمد لله. طيب هل حسيتي إن كانت فضفضة؟ ارتحتي من بعدها نفسيا؟ يعني هل حققت حنان الهدف من البودكاست؟ والله حنان يعطيها العافية، يعني كانت هي خلينا نقول دكتورتي النفسية. الحمد لله الحمد لله. لا وشاطرة، تعرف متى تتحكى، تعرف متى تسكت. والله اسم الله عليها هي، لأن هي سردها علمتني شلون أنصت. ما شاء الله. بس أختي شوق، اليوم كان في طبعا ترتيب للأسئلة ولا كانت فضفضة عادية مثل البودكاست الطبيعي إنك تجيب ضيف وتناقشه وتدردش وياه، لكن هل في كان ترتيب مسبق بينك وبين حنان؟ ابدا، انا اذا رتبت تضيع عندي الكلمات. فويس نوت كان. نشكرك على هذه المشاركه اختي شوق العثمان. طبعا انت اكيد شيء نفتخر فيك ككويتيه، وانت بطله بصراحه من خلال الرسائل اللي قاعد تقدمينها ومشاركتك مع اختنا حنان السلاحة. شكرا شوق. حنان برجع لك مره ثانيه. اذا ممكن اضيف شغله. تفضلي. بس ترى شوق جتني هي ما تعرفني ولا مرة قابلتها، وثقت فيني على الرغم من أنا بدايتي يعني جدا بسيطة. فأنا ما أنسى لها هالشيء هذا، ويت وفتحت قلبها وقالت كل اللي بخاطرها. فأنا يعني أنا كتبت على البوست يمكن ولا 70 سطر شرح، لأن يعني كان كلام بقلبي كان لازم عندي إني أقوله. شوق مثلت فكرة من تبروحك 100%. يعني أعتقد أنها هي الحلقة اللي سوت شوي وصلت للناس أكثر. صح صح صح. نعم. ومن بعدها قاموا يشوفون الحلقات القديمة. عندي معلومة حنان، أن في كذا ضيف رفض يطلع وياك في بودكاست من تبروحك. وين احنا صرنا تونا بعدين ما بدانا نرفض. ما في احد رفض. ما بدانا، ما عرضنا علشان نرفض. يعني ان شاء الله، يعني انا يعني حبيت ان شوق ما تعرفك، انا توقعت ان في علاقه بينكم مقبله، فشيء جميل. انا عقبها مو راضي اهدها. الله يحفظك. طيب قولي لي الحين حنان، يعني مساله البودكاست صايره الحين عندنا هبه. صح. للأمانة يعني تلاقين كل
أحد عنده موضوع معين طلع بودكاست ويتكلم بأي سالفة، في إقبال من الناس، وقد يكون هناك يعني مثل ما نقول الفضفضة هذه اللي قاعدة تفيد المستمع أيضا اللي يشارك وياه، سواء كان في علم أو كان في مواقف إنسانية. بس أنت ماشية ويا الهبة ولا أنت يعني؟ أنا شوي عكس الهبة. قولي. لا شوفي، ما شاء الله يعني شباب أنا أشوفهم أتابعهم، عندنا بودكاست بدون ورق، عندنا بودكاست محفوف، ما شاء الله يعني رائعين. ما شاء الله عليك. وأنا توني بادية يعني اسم الله عليهم، ما شاء الله أستفيد من خبراتهم. حلو. بس أنا أحس أهما أكثر يقابلون الشخص، يعني إحنا ما نعرف وايد عن منو الشخص اللي قاعد يقابل. أنا قايلة الأكو الماكو من أول حلقة من مع أمي، يعني تكلمت عن مشاعري أنا وأشياء أنا مريت فيها، حتى لو يعني ساعات أقول أنا حق صديقاتي أبا أنا عادي قلت كذي بالحلقة والناس قاعد يشوفونها ولا لا، بس أدري إن هي مشاعر صادقة بالأخير. نعم. ويعني ساعات حتى لو المشاعر هذه مثلا كلنا عاجبنا إن إحنا مثلا نحزن ولا أكيد ما نبي هالمشاعر هذه، بس أحس إن عشان تروح لازم نسمح لها، عرفتي شخصت؟ فلازم نتقبلها. أي. ويعني واحدة من الأشياء اللي انكتبت على حلقة شوق إنه قالوا إن سبحان الله لما أحد يتكلم باللي هو مر فيه مو بس تهون عليه مصيبته. واحدة كتبتها حتى من الفولوورز، قالت إن تحس كأنه فضفضت اللي قلبك بدون لا أنت تسوي أي جهد. نعم. هذا اللي احنا بالاخير تمنيناه من انت بروحك. انا عندي معلومه من اخواتك اللي موجودين عندنا. مؤكده ولا مو مؤكده؟ مؤكده مصدر موثوق. إن انت قاعد تمرين الحين في مشاعر سلبيه نوعا ما. من شنو؟ من ردة الافعال. لا لا مو ردة الافعال، ان انت بتسافرين ومو قادره تسافرين. لا سفرة ان شاء الله جايه. يقولون لا مطوله. الله يسهل. الله يسهل. تعدي إن شاء الله. ضيفك القادم منه؟ ضيفي القادم فكرة شوي يعني شوية، لنا قالوا لنا بس حنان قطعت قلوبنا أنت بروحك، كما يقولوا اللي بتبكينا متى خلاص. فالفكرة الجاية ويا المهندس محمود. المهندس محمود اسم الله عليه ما شاء الله تبارك الرحمن مخ، يعني مرة ثانية قعدت وياه ساعتين استمتعت باللقاء معه، ياخذ ويعطي ويوديني، يعني لو اطرح فكره يفتح لي بيبان ثانيه نسولف فيها. ويعني هذه الشخصيه هذه بالايام العاديه مستحيل اني اقدر اسولف وياها. عرفت؟ فيعني هذه سخره انه بالبودكاست قام يقعدني ويا ناس ما شاء الله مثقفه جدا. فيعني احنا غطينا مواضيع معينه، من انه شلون كان يبحث عن الشغف ماله، عرفت الشعور اللي انا داوم بس في شيء ناقص، ابي اسوي اكثر بس يا ربي مالي خلق. اعتقد وايد شباب عندهم هالحيره هذه. بالضبط. فمنت بروحك حتى بهذه ترى. صح صح. ليه ما وصل حق العمله الرقميه اللي انا ما افهم فيها ولا شيء. وشرحها. سجلت الحلقه؟ اي سجلتها. زي. ان شاء الله نازله هالاسبوع باذن الله. انت اي يوم ينزل؟ احنا نحب انه يوم الخميس تنزل. نحب انه. احنا الخميس. بس يعني حسب التساهيل. اي احنا ماشيين على التساهيل، احنا بودكاست التساهيل. خلنا نواهقها شوي. لا لا. كم تكلفك الحلقه؟ والله تكلفني يعني ما راح اقول ارقام قدام الناس حد. تصورين بالبيت؟ ايه اصور يعني استوديو واحد من اهلي الله يعطيه العافيه، يعني هو معطيني كاميرات وكذي فنستخدم العده نفسها. ليش تقولين انا ارفض لقب مقدمه برامج او مذيعه؟ انا مو مذيعه، انا مو محاوره، انا ما عندي هالقدره هذه، انا انسانه جدا بسيطه محدوده القدرات، بس احب النقاش العميق. بتقول لي شنو الجو؟ طق مطر ما طق مطر ما احب. تبي تدش بالعميق؟ اموت على العميق. زين ممكن نشوف في من انت بروحك شخصيه سياسيه نسائيه مثلا؟ ولا متاحه انت ولا؟ اذا بتتكلم عن امور عميقه وعن اي تجربه، شوف انا من انت بروحك اي تجربه انسانيه. اي تجربه انسانيه سلبيه، مو يعني انا حتى ما ابي اقول سلبيه، لان حتى الشيء كونه سلبي اتعلم من داخله امور. فأي واحد يبي يشاركنا بصراحة حياه الله، يعني أنا هالبودكاست حق الكل. سؤال أخير، متى السفرة وين السفرة؟ to be disclosed ما أدري. أوكي الله يقويك.
تشرفنا فيك. جميل انك تروحين بوليوود علشان تتعلمين شويه حزن. شنو شنو؟ روحي الهند. لا 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 شبيهات بوليوود بودكاست. احنا نبي فرح خلاص. على العموم احنا نتمنى لك كل التوفيق، لكن التميز ايضا بانتقاء خط صعب ان الناس تنتقي، يعني هذا يعود عليك ايضا بربح جمهور محتاج لهالشيء. فيعني اكيد من التجارب المؤلمة أكيد راح نستفيد الكثير. شكرا لك حنان. موفق يا حنان، وراح نتابعك إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. وصلنا لختام حلقتنا غدا. وصلنا للختام ونشوفكم على خير، وباجي آخر فقرة ونشوفكم على خير في الغد إن شاء الله. مع السلامة. مساكم نور وتراث وبهجة وعلوم وسرور. حياكم الله في دهن العود مع سعود في برنامجنا ليالي الكويت على تلفزيون دولة الكويت. نمسي عليكم طبعا بالخير، ونمسي على الباحثة التراثية ميمتنا القالية سميرة الدوب تكمالة لحلقتنا الأولى. حياك الله ويا هلا ومسهلا ومسيتي بالخير. يمسيك بمثله واحسن منه. الله يحفظك حبيبي. الله يحفظك والله يعزك. حياك الله من جديد بحثتنا القالية الأستاذة سميرة الدوب أم وليد. تبارك الله، عيني عليك باردة. دائما تحرصين في طلاتك على تلفزيون الكويت، ولا يعني في المناسبات التراثية اللي تصير في الكويت والوطنية كذلك، على ارتداء الثوب الكويتي. الثوب الكويتي اللي تميزت فيه المرأة الكويتية على مستوى الخليج. يعني كما يقال أن ثيابنا أو ثوابنا مختلفة أيضا عن أحبتنا أمهاتنا وجداتنا في الخليج. في تشابه لكنه بسيط. بل أول ما عندكم ألوان مثل أهل البحرين وقطر، أسود هو الشايع ولا؟ عدل؟ بس هو يوم. أسود في بنقطة صامت. أي نعم هذا اللي يعني صامت. حق البيت. أي. يعني اللي في الزر الترتر الأصلي يعني. نعم. للمواجب. نعم. مثل أتها اللي عليك. أي نعم. سولفي لنا عن هالثوب اللي عليك أمي سميرة. إن شاء الله مسكته. ترى عيني عليك باردة تبارك الله. هذا من النوادر. نعم. حرير طبيعي. الله أكبر. وأمسي على الحبيبة الفاضلة أم رائد الجنابي. والنعم تستاهل. قدمت لي هدية وغالي عندي من غلات. الله أكبر. يعني محبة عطتك إياها من الروح. الحمد لله. تستاهلين. فتقول لي أدري فيك أنت تحافظين، فلذلك فعلا بتنازل عن هذا مال عرسها. الله. نعم. عجيب. من من 51 أو 52 هدية. ما شاء الله تبارك الله. نعم من البصرة. أي ونعم. جابوا لها هدية وهي عروس. مشهورين أهل الجنوب والبصرة في الثوب. نعم. النسائي ويسمونه الهاشمي. نعم. عدل. نعم. يتروى لي هذا هو بس خفيف يعني خامه. أي نعم هذا من الحرير الطبيعي. تبارك الله. والزري. نعم. الحر الذهب. الزري الحر الذهب اللي يشوفه يعني يبرق ياخذ الوي. تبارك الله تقول يديد. وهو من كم سنة الآن؟ هذا يعني 52، يعني عمره أزود من. نعم. 70 سنة. تبارك الله. محافظة عليه وجزاها الله خير. فالله يبارك لها. الله يطول بعمرها والدتنا العزيزة أم رائد. نمسي عليها بالخير وعلى أسرتها الكريمة. يعني اللي عطتك شيء من عرسها فهذا معناته أنك عزيزة وغالية. يعني اللي عز غاليها ويانا. وانتي عزيزة وغالية. أكيد أكيد. تستاهلين. هذا موجود في تراثنا، يعني مثل ما موجودة أثواب وايد عدل، المسرح والزري عدل. والتور. والتور. بس حرير ما يوجد. لا. عجيب. ما عندنا حرير. نعم. عجيب. هذا من النوادر. عندش بعد غيره من النوادر أو أثياب كويتية؟ نعم. سولفتي لي شيء عن دانة أو درة. الطواش. شلون هذا قايل؟
هذا ما قد شفته يعني موجود عندك. نعم. راح تصور المخرجة. نعم. شنو طريقته أو شنو ملبوسة يعني؟ أي يا سلام عليه وعلى ملبوسة وعلى فن اللي ينقام فيه. نعم. يعني هذه مثل الهامة وبنفس الوقت تصير برقع وبنفس الوقت ستر حق المرأة. هي شوف هذه الهامة من فوق وينزل منها البرقع يعني كذي، ودار متارها ستر، هذا يغطي وجه المرأة. عجيب. عبارة مثل إيه. نعم. من النوادر أيضا فعلا هذا يعتبر ثوب كويتي نسائي يعني. هذا أول ما الأول. نعم. أول. يسمونه دانة الطواش. دانة الطواش. نعم. دانة الطواش معروفة اللي هي الدانة اللؤلؤ اللؤلؤ. أيوة. والطواش اللي هو يتاجر باللؤلؤ. عدل. نعم. أي نعم. فهذه دانة الطواش على شكل الهامة، ويعني فعلا من النوادر. تبارك الله. شي لبس حق عرس ولا شنو؟ موجب طبعا. لا ولا حق سامر شنو؟ مو سامري. يعني يقومون فيه حق الخماري. الفنون الكويتية الثقيلة. قديمة الثقيلة. أي. بارك الله فيك. تخمر فيها يعني تخمر فيها عدل. نعم. مثل خمار هو. نعم نعم. عجيب. وشي راقي وباللبس وحشيمة. تبارك الله. نعم. هذا بعد صناعة كويتية. نعم. بس وش هالمكان اللي مسويته في البيت؟ نهنيك عليه الحقيقة. الحمد لله. كله خوص ومهاف وحتى طاولتك غير نمونش هالطاولة. نعم. هذه. ها؟ سالفته. الله يمسيه. نعم. بالخير من 20 سنة من زمان. تبارك الرحمن ما شاء. نعم. الله. يعني حديثة بس أشياء قديمة. نعم. اللي فيها. إيه. هذا يسمونها السفرة اللي هو من خوص النخل. اي نعم. اللي هو مثل الزبيل هم يسوون من الزبيل. نعم. والمهاف. أيوة. عدل. هي سفرة. هذا شنو هذا الحبل أنا شايفة؟ الحبال ملوت القوس يمه. قنت عليه رحمة الله عليها عودة. الله يحللها عودة. يوم قالت حبال القوس قصص. قطع عيدة قطع عيدة. أيه. مقصص لحول يعني لون المساء يقطع لدين. رحمة الله على أبهاتنا وجداننا. الله يطيب البحارة من. نعم. قاصة وعلي. أي نعم أي نعم. نعم. الله أكيد. يرحمهم يعلم ينة الباردة يا كريم. أثري هذا اللي غنت عليه. أي نعم. عودة مبدر. أي نعم. يرى حبال القوص قطع يديهم. أي شو اسمه هذا شين قال له؟ هذا اللي يسمونه لا إله إلا الله قنبر. حبال القوس قصص يديهم فجر. وترى حبال القوس قصص يديهم فجر. ويا ليتني دينا. على طاري الجدات والامهات يعني تبارك الله عيني عليك باردة. عرفت ان اكو في البيت اكثر من سميرة الدوب. إيه؟ ها يقولون اكو 3 سميرة الدوب بالبيت. ها مربيتهم. سالفة الحفيدات الله يحفظهم لك ويسلمهم. لان المثل الكويتي يقول لوم المربي ما عرفت ربي. نعم. العودة الله يحفظها الهام تبارك الله عمرها. نعم. اعتقد 13 ما شاء الله ما شاء الله. بعدين سميرة الوصية بلغت فيها عروس. اوه بعد. إيه؟ ام وليد. هذه ثراثية ام وليد هذه. إيه؟ هذه ام وليد. إيه؟ نعم. اي نعم. وبعدين الصغيرة كلش وئام سميتها على بنيتي الله يرحمها. الله يحللها. اي امين. يقولون عجايز قاعدين من البيت. ها إيه؟ سالفتهم هذول ماكو. ها اي من اطالعهم بعيني اعرفها وش اللي ابي. يلا قوموا عاد ولا زهبوا وحطوا البيالات سنعوا وعدلوا وقصوا الكيك ما شاء الله عليهم تبارك الله. وهذه حق نفسهم يا يمه احنا مو دايمين الدايم الله عمرش طويل. اه وعمركم انقال. فإن يما لعلمناهم حق نفسهم. بس بنيات هالوقت ملوت انترنت ملوت سوشيال ميديا. ها يعني مو ملوت لا تزعلي مني كرجية ولا ها ولا ثياب ولا تراث. هذول شلون تبارك الله يعني ما شاء الله عليك اللي انصاعوا ها للخط هذا النسائي التراثي العتيج يعني. ها إن يما مدام. ايه. قاعد يقول لي بقيت تبني بيتك بنساسة. عجيب. مدام الأم قاعدة ومجاب لعيالها بيطلعون وعلي. انت عسكري تمشي ووراك الافراد. نعم. فيمشون حسب مشيتك شنهي. فدائما نقول
نرجع نقول لو ما لم ربي ما عرفت ربي. أكيد عطوا تأخذون. لكن أبي أهمل، لكن من راح بسيب الحالة وهذا هالوسواس مثل ما تذكر. جزاك الله خير وما قصرتي، وبيض الله الوجه تسمح الطيب. مشكورة، شكرا جزيلا للباحثة التراثية والدتنا العزيزة أم وليد سميرة الدوب، وليش طولة العمر إن شاء الله. عمرك أطول ما قصرتي. كاننا وياكم من الحيين، نلقاكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم. أمناكم الله. درسنا في المعهد أساس الطبخ، عندنا بعد البيت نسميه البيت النموذجي، ندخل فيه من الصبح للعصر. يعني حين ترى والي بيت الحي كله بو يطبخ، كلهم من بنات وصبيان.